أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقريرا عن حادثة استهداف سفينة في خليج عدن. الهيئة قالت في بيان إن الحادثة وقعت على بعد 74 ميلا بحريا جنوب غربي عدن، وأضافت على صفحتها في منصة إكس أن قبطان السفينة أبلغهم أن نحو 12 قاربا صغيرا أجرت مناورات، فيما تمكن قارب واحد من الاقتراب من السفينة إلى مسافة ميل بحري واحد، وأكدت سلامة السفينة وطاقمها واستمرار إبحارها صوب وجهتها التالية. جددت الهيئة تحذيرها للسفن بالإبحار بحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة في المنطقة. هذا وتتحدث صحف غربية أن الحوثيين أصبحوا يفرضون رسوما مالية على شركة الشحن مقابل المرور الآمن. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهل تعدت فكرة مناصرة فلسطين إلى أن تصبح موردا اقتصاديا مهما للحوثيين، وهل ستتغير طبيعة المواجهة في البحر الأحمر مع قدوم إدارة ترامب، وما مستقبل الملاحة عموما في البحر الأحمر وخليج عدن؟ قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نتابع هذا التقرير. هل أصبح الحوثيون يتعاملون مع الممرات الملاحية في البحر الأحمر كمورد اقتصادي ويسخرون هجماتهم لذلك؟ يقول تقرير فريق الخبراء الدوليين الأخير إن الحوثيين باتوا يجنون ما يقدر ب 180 مليون دولار شهرياً من وراء فرض رسوم على سفن الشحن مقابل المرور الآمن. وتتحدث صحف غربية عدة عن قيام جماعة الحوثي بإرسال إيميلات لشركات الشحن تطلب فيها رسوماً للعبور في البحر الأحمر وخليج عدن. والواضح أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر المستمرة منذ نوفمبر 2023 تعدت فكرة المناصرة للمقاومة في فلسطين نحو أبعاد اقتصادية وجيوسياسية عدة. وعلى ما يبدو فإن الحوثيين أوجدوا لأنفسهم مورداً مالياً مهماً عبر تغيير قواعد وشروط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك من شأنه إحداث تغييرات جيوستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. فهل ينجح الحوثيون في فرض معادلة جديدة، أم أن الصبر الدولي تجاه الاعتداءات على الملاحة الدولية شارف على الانتهاء؟ الواقع أن الحوثيين استغلوا الظرف الدولي للإعلان عن أنفسهم في البحر الأحمر، ووضعوا الإقليم والعالم أمام مأزق أخلاقي، حيث جعلوا هجماتهم مقابل الدعم الغربي الكبير لإسرائيل في حربها المسعورة على المدنيين في قطاع غزة. لنقاش أوسع ينضم إلينا الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد، سيد أحمد، مرحبا بك معنا. إذا ما الذي يمكن فهمه من تحويل الممر المائي الهام إلى نقطة جباية، وكما ذكر التقرير 180 مليون دولار يجنيها الحوثيون شهريا من شركات الشحن مقابل السماح لسفنها بالمرور؟ نعم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أنا ربما كنت واحد من أوائل الذين تحدثوا حول المنافع الاقتصادية التي يمكن أن يحققها الحوثيون من خلال عملية القرصنة في البحر الأحمر في نوفمبر العام الماضي. كان هناك يعني توقع شبه مؤكد أن الحوثيين سوف يستغلوا هذه الضربات لفرض رسوم وجبايات على السفن العابرة من لمضيق باب المندب، وهذا ما كشف مؤخرا أن الحوثيون يعني يجنون ما يقارب او ما يزيد عن 2 مليار دولار سنويا من خلال هذه العمليات، وهذا مبلغ كبير بالنظر الى ان الميليشيا اولا لا تقوم بالتزاماتها كمسؤوله او كسلطه امر واقع مسؤوله عن المواطنين في مناطق سيطرتها، وتكرس كل هذا الدعم لمصالحها الخاصه وللتسليح وللتمويل والامداد وكافه العمليات القتاليه التي تقوم بها. بالتالي يعني الموضوع تعدى مساله مناصره فلسطين. إذا يعني ما اتضحت هذه الفكرة للناس، كيف سيتعاملون مع هذا الموضوع سيد أحمد؟ في الحقيقة الإعلام مقصر، هو حتى في تغطية هذه الأحداث هناك تركيز يعني موجه من وسائل الإعلام العربية ومن حتى ربما الفاعلين أو النشطاء في التيارات السياسية وحتى بعض النظم السياسية العربية
هناك تركيز على أن هناك خطوة جريئة تقوم بها ميليشيا الحوثية، وهناك عدم إدراك لخصوصية الواقع اليمني وخصوصية هذه الميليشيا وامتدادها الثقافي والتاريخي، كونها ميليشيا تستغل القضايا الأخلاقية والشعارات البراقة لاستخدامها في منافع خاصة وفي تحقيق مآرب خاصة. نعم. الأصل أن يتم الآن العمل على هذه الجزئية من قبل الحكومة الشرعية لتبيان حقيقة الدور الحوثي الذي يمارس القرصنة بغرض الربح المادي بدرجة أساسية، ويستغل مأساة الفلسطينيين في غزة للمتاجرة بهم والمتاجرة بقضيتهم لتحقيق منافعه الخاصة وللمزايدة وخلق شرعية متخيلة زائفة حول دوره من أجل القضية الفلسطينية أو حتى فيما يتعلق بالقضايا القومية والوطنية. وقبل الشرعية سنتحدث أكثر عن دور البوارج الأمريكية التي تدعي تأمين الملاحة البحرية هناك. ابقى معي سيد أحمد، أرحب بضيفي من بيروت الصحفي طالب الحسني. إذن تحويل البحر الأحمر إلى نقطة جباية جديدة للحوثيين، كيف يمكن تبرير ذلك؟ نعم، أولا تحية لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد هناك، لا ليس اعتقاد بل أجزم، أن هناك وأكثر من مرة أن هناك يعني نفي من صنعاء. عندما لا يصدق النفي علينا أن نحلل مسألة هذه الاتهامات. من مصلحة صنعاء دائما وتعمل عليها أن تبقي على مرور السفن غير المستهدفة والشركات غير المستهدفة والدول غير المستهدفة أن تمر من هذه المنطقة، بحيث لا يكون هناك قطع يعني 100% عن استخدام الممر. وهذا يعني أن صنعاء تذهب إلى عملية تشجيع الشركات وتشجيع الدول والتواصل مع الدول لاستخدام الممر دون تهديد ودون أن يكون هناك أي يعني أضرار تتعلق بمروره. وهذا هذه المصلحة صنعاء، لأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى إغلاق باب المندب بحيث يكون هناك يعني انضمام التحالف الذي تقوم به وإدانة كبيرة لصنعاء. ولذلك من مصلحة صنعاء أن لا تسعى إلى يعني إلى إيذاء أو محاولة الحصول على مكاسب مالية من خلال هذا الممر، بل إلى تشجيع استخدام الممر للدول والشركات غير المستهدفة أولا. ثانيا، ليس هناك آلية للجباية في هذه المنطقة على الإطلاق. يعني كيف يمكن أن تتعامل صنعاء مع فكرة الجباية؟ هذا ليس مهم. يعني المهم أنه الاتهامات يعني تم نفيها. المسألة الثانية أنها تسعى إلى عدم يعني تحريض الدول أو الشركات من خلال محاولة فرض جبايات. النقطة الثالثة، ليس هناك يعني أي شركة أو دولة أو أي سفينة ادعت أو قالت أن هناك نعم يعني هناك تقرير لفريق الخبراء الدوليين أكد أن الحوثيين يقومون بأخذ مبالغ مالية، كما تحدث أيضا التقرير، تبلغ حوالي 180 مليون دولار شهريا من شركات الشحن مقابل تأمين مرور هذه السفن. وأيضا هناك صحف ألمانية وأمريكية تحدثت، وأيضا بريطانيا تحدثت، أن الحوثيين قاموا بإرسال خطابات أو إرساليات إلى شركات الشحن تطلب منها دفع مبالغ مالية مقابل السماح لسفن هذه الشركات بالعبور. نعم، إذا بدأنا بالتصريحات الأمريكية والبريطانية بالطبع سيقولون ذلك، لأنهم يحاولون التحريض على صنعاء، وهم الذين أسسوا التحالف ما يسمى حماية الجزائر، وهم الموجودين في هذه المنطقة، وهم الذين يقولون أن هذه العمليات هي ضد الملاحة الدولية وليس فقط ضد كيان العدو الإسرائيلي. بالنسبة لتقرير التقرير الخبراء، في الحقيقة يعني هناك إشكالية مع تقرير الخبراء، ليس فقط في مسألة البحر الأحمر ومسألة الجبايات، أيضا مسائل كثيرة يعني من ضمنها السجون، من ضمنها الاغتصابات، من ضمنها الانتهاكات التي اتهمت صنعاء بها. وهذه اللجنة كان هناك شكوك بها منذ تأسيسها، والولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة وحتى بريطانيا لم تصوت على هذه على لجنة الخبراء لأنها كانت تدرك تماما أن لجنة الخبراء بعد إسقاط لجنة الخبراء السابقة
التي اتهمتها السعودية بأنها تحرض على التحالف وأنها تزيف الكثير من الحقائق، يعني كان هناك شكوك كبيرة بهذه اللجنة التي شكلت في عام 2019 تقريبا، فهناك شكوك كبيرة بتقارير لجنة الخبراء دائما، وهناك مسائل تتعلق بمساءلة لجنة الخبراء بالأدلة في قضايا كثيرة، ليس فقط موضوع البحر الأحمر وموضوع العمليات في البحر الأحمر وموضوع باب المندب وموضوع الشركات. هل لجنة الخبراء اعتمدت على تقارير لشركات شحن أو لدول أو اتهامات من دول على سبيل المثال لا تزال تستخدم باب المندب؟ هناك أضرار نعم لحقت بشركات توقفت عن استخدام الملاحة رغم أنها غير مستهدفة، وهناك يعني نقص يقارب 50% من الشركات التي تستخدم الممر، لكن ليس كل هذا النقص يعني باستخدام الممر يعني كان بسبب الاستهداف، إنما أولا بسبب التحريض، ثانيا بسبب المخاوف. ليس هناك شركات من التي تستخدم الممر ادعت أو قالت أن هناك جباية من هذه المنطقة تسلم للعاصمة صنعاء. نعم سيد أحمد، إذن يعني هذا الممر أصبح مورد مالي مهم للحوثيين، وهذا المبلغ الذي يجنوه شهريا مهم بالنسبة لهم، هل سيتنازلون عنه تحت أي ظرف؟ بطبيعة الحال لن يتم التنازل عن هذه العملية، كما هو معروف أن الحوثيين، وكما قلت لك سابقا وكما تحدثنا في بداية هذه العملية، أن هناك أهدافا اقتصادية تتعلق بفرض جبايات على السفن من قبل الحوثيين، وأن هذه العملية سوف تأتي تباعا، وها قد أتت يعني أتى الكشف عنها، لكن المدة التي يعني مارس الحوثيين من خلالها عملية جمع الجبايات هذه لا يعني يعلم مداها. إنما الأكيد أن الحوثيين لن يتخلوا عن هذه الجباية وعن هذه القرصنة إلا بطبيعة الحال بانتهاء المعركة بشكل عام في الشرق الأوسط أو في المنطقة، بربما صفقة لإنهاء حرب غزة والاتفاق أيضا مع إيران حول الملفات الشائكة. إيران لن تسمح بأن يكون هناك إنهاء الحرب ما لم يكن هناك ضمانات فيما يتعلق بأمنها وأمن حلفائها في المنطقة وتسوية معينة تتم يعني مع الطرف الغربي. لكن هناك ملاحظة أريد أن أضيفها هنا، أن الفريق الذي قيم هذه العملية هو فريق العقوبة وليس فريق الخبراء. الحديث عن فريق الخبراء والخلافات السابقة حول فريق الخبراء، فريق الخبراء أنهى عمله في وقت سابق، ولكن فريق العقوبة ما زال مستمرا وهناك اتفاق على طبيعة دوره. أيضا لنأخذ الاعتبار أن هذه الاتهامات صادرة عن الأمم المتحدة وليست صادرة عن دولة بعينها وإنما عن الأمم المتحدة، بينما التقارير الصحفية هي من دول كما تحدثتم أمريكا وبريطانيا وكذلك ألمانيا، وهي تعتبر دولة محايدة في الصراع مع الميليشيات. نعم صحيح. إذن ننوه أيضا إلى هذا التصحيح، وفريق العقوبات فعلا الذي أشار في تقريره إلى هذا المبلغ أو إلى هذا الموضوع ومسألة جبايات الحوثيين من خلال قرصنة البحر الأحمر. إذن أعود إليك سيد طالب، بما يقوم به الحوثيون هناك في خطوط الملاحة المهمة في البحر الأحمر، هل يسعى الحوثيون إذن إلى تغيير قواعد أو فرض قواعد جديدة للملاحة هناك؟ أولا لا أعلم من أين يعني من أين استدليتم، حتى الأخ أحمد شوقي، من أين استدللتم بأن الأمم المتحدة هي التي اتهمت وهي التي وليس هناك قرار؟ وليس هذا عمل الأمم المتحدة، يعني أنا أستغرب أن تكون الأمم المتحدة يعني عملها الإشراف على ممر باب المندب والتواصل مع الشركات. ليس هناك اتهامات من الأمم المتحدة، حتى لجنة العقوبات هذه التي يتحدث عنها لجنة مرتبطة بلجنة الخبراء ومرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقر عقوبات، ولا يمكن أن يكون يعني التعامل مع تقاريرها بمصداقية يعني بإعطائها يعني دورا في هذه المنطقة. أعتقد بأن سيد أحمد قد يعني أجابك على هذا التساؤل الذي طرحته سيد طالب في حديثه مسبقا.
ليس هناك دليل. يعني انا كنت اقول انه اين الدليل ان الامم المتحده، يعني متى اتهمت الامم المتحده او قالت الامم المتحده، ومتى فريق هذا العقوبات الاختصاص هو اساسا تابع لمجلس الامم الامن. المتحده في مساله الجبايات، مساله الاشراف على الممر الدولي؟ هل هذا يدخل في اختصاصات الامم المتحده؟ كيف للامم المتحده ان تقوم بهذا التقرير الذي خارج نعم سيطرته؟ يعني هل مهمه الامم المتحده ان تتواصل مع شركات الشحن وان تقول ان هناك جبايات من هذه المنطقه؟ نعم ليس هناك تقارير من الامم المتحده تتعلق سيد بمساله طالب، الجبايات. فريق العقوبات يتبع مجلس الأمن، مجلس الأمن يتبع بالتالي الأمم المتحدة أيضا. الآن يعني إذا ما خضنا هذا الحديث سيطول سيد طالب، دعنا إلى مسألة فرض قواعد جديدة في فرض قواعد ملاحية جديدة في البحر الأحمر، هل هذا ما يسعى إليه الحوثيون؟ يعني في الحقيقة لا يستطيع أحد أن يفرض قواعد جديدة في منطقة بحرية باستخدام القوة، لكن الأمر مرتبط بغزة، وهو معلن أن هذا الأمر مرتبط بغزة، وأن الدول التي والشركات التي تستخدم ممر باب المندب هي التي، يعني على سبيل المثال الآن الصين وروسيا وعدد من الدول التي لا تشارك في دعم كيان العدو الإسرائيلي هي تستخدم هذا الممر. في المستقبل لا تستطيع صنعاء ان تفرض عقوب، ان تفرض جبايات او تفرض قواعد اشتباك في هذه المنطقه تتعلق بانهم يريدون ان يحصلوا على جبايات، لانه سيكون هناك رفضا كبيرا وواسعا وتحريضا ربما على صنعاء، وهذا لا يمكن ان تدخل اليه. يعني لا يمكن ان نتصور ان صنعاء تفكر بهذه الطريقه وانه ستجعل هذا الممر، ولم تكن ولم يكن هناك وليس هناك اي مسؤول في صنعاء يعني قال انه يمكن في المستقبل ان نفرض قواعد اشتباك جديده من اجل الحصول على جبايات ومن اجل تحويل الممر الى مورد مالي نعم. لصنعاء. هذه بمعنى مسألة ان يعني مساله الجبايات تحليلها واخذ وليس الجبايات مبنية ستتغير على معلومات. مستقبلا. دعني اسالك عن المتغير الذي على اثره سيتم ايقاف تحصيل الجبايات هناك، هل قدوم ترامب للاداره الامريكيه هو ما سيغير طبيعه الوضع هناك ام ماذا؟ ليس هناك اعتراف، ولم اقول ان هناك جبايات حتى احلل ما هو الموقف الذي سيتغير في المستقبل ان كان ترامب او غيره. القضية من أساسها ليست موجودة، ولم يعني لا أقر فكرة أن هناك جبهات حتى أحلل ماذا سيكون من متغيرات إذا جاء ترامب في الأساس. إذا أصيغ السؤال بطريقة أخرى، هل ستتغير طبيعة المواجهة في البحر الأحمر مع قدوم ترامب؟ لا أعتقد، ولا يكون لن يكون هناك أي تغيير في عمليات اليمن، ولن يكون هناك تغيير حتى في أداء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ليس هناك بطبيعة الحال ما يمكن أن يفعله ترامب ولم يفعله بايدن. بايدن شكل تحالفا، بايدن استخدم حتى يعني قاذفات البي 2، استخدم حاملات الطائرات، يعني استهدف العاصمة صنعاء. ماذا سيقول يعني سيقوم به ترامب ولم يقم به بايدن؟ إلا إذا كان هناك عودة إلى الحرب مع التحالف، وأعتقد أن هذه المسألة حتى لو كانت واردة وربما واردة جدا يعني نتيجة خضوع الإمارات والسعودية، ولكن هناك مخاوف تتعلق عند يعني مخاوف لدى السعودية والإمارات من استهدافهما، يعني وبالتالي لن يستجيب بصورة يعني هكذا طوعية لترامب. سيد أحمد برأيك أنت أيضا كيف تعلق على هذا الموضوع؟ هل ستشهد طبيعة المواجهات في البحر الأحمر تغيرا مع قدوم إدارة ترامب؟ ونحن يعني استمعنا من خلال المحللين والباحثين للعديد من الاحتمالات حول هذا الموضوع، أنت برأيك ما الذي ستتجه إليه الأمور هناك؟ اعتقد ان المؤشرات تدل على ان يعني هناك استعاده للنشاط في البحر الاحمر بعد انتخاب ترامب، وهذا ربما عائد لان يعني هذا الرجل او الرئيس الامريكي اعلن بانه سوف يعمل على انهاء الحروب، واعلن عن يعني نيته التفاوض مع ايران حتى فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني، وهذا اعطى اغراء للايرانيين وحلفائهم واذرعهم بما فيها ميليشيا الحوثي بان تقوم باستئناف عمليتها. نحن لاحظنا خلال الاستهدافات التي حصلت في لبنان يعني قيادات حزب الله ولأسلحته ولكذلك يعني الميليشيات الشيعية الإيرانية في سوريا وفي بعض المناطق،
أن هناك يعني خفوت في هذه العمليات، ربما كان هناك عمليات قليلة تعاد على أصابع اليد الواحدة وأقل خلال فترة زمنية ليس من المألوفا أن تكون فيها العمليات صحيحة بهذا الشكل. ولكن حينما انتخب ترامب وجاء ببرنامجه التفاوضي يعني كان هناك إغراء لأن يتم التفاوض مجددا عن طريق العمليات العسكرية التي تقوم بها الميليشيات. وأعتقد أن ما يتعلق بالجبهات هي مسألة واضحة، كون الفريق العقوبات هو فريق تحقيق وفريق رصد للمخالفات فيما يتعلق باليمن، وهو يتبع مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالتالي يعتبر أي تقرير صادر عنه هو ممثل الأمم المتحدة. فهذه المسألة أصبحت واضحة ومثبتة وليست بحاجة إلى إنكار، ربما إذا كان هناك ضربات يعني قاسية جديدة، ولكن لا أتوقع أن تحدث في عهد ترامب. على في البداية قد ترجع الميليشيات إلى تخفيف عملياتها والنزوع إلى التفاوض. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي أحمد شوقي أحمد، كما أشكر أيضا ضيفي من بيروت الصحفي طالب الحسني. شكرا لكما، وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.